الاستاذ محمد بن زايد ومحمد بسام، في حراسة المرمى عبد الله مجدي، رجب نبيل، احمد بيكام، عبد الرحمن بودي. كرة امامية، يا الاهلي ما تسبنا، نكمل الجملة، نكمل التشكيلة، نكمل الوصف. ايه يا فرقة الكمال والخيال والدلال، اهدى يا اهلي في السوبر رقم 22. الاهلي يسجل في الثانية رقم 22. الاهلي قبل الماتش يسجل، الاهلي قبل ما يبتدي اللقاء يتقدم، وطول عمره عبر التاريخ هو المتقدم. سيد الزعماء وسيد القارات، النادي الاهلي يتقدم عن طريق طاهر محمد. طاهر اللي خطفها بتعمل ايه يا بسام؟ البسمة كلها للأهلاوية والفانيلا الحمراء. بدري 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 بدري، الأهلي بدون مهاجم، مدافعين خلف المدافعين، ورامي ربيعة بيخلصها، رجعت لي سيراميكا أمام المرمى، لا زالت الله. شوط الجرعة والشجاعة يا سيراميكا، سيراميكا عن طريق لكاي يفرح الرمادي ويجعل شوط المباراة الأول ليس أحمرا بل رمادي. 1-1، يا سلام يا سلام يا سيراميكا على أداء كبير ولعب كبير وجرة كبيرة وأداء بطل الرابطة. يسجل الآن في مرمى بطل الدوري وبطل إفريقيا يا سيراميكا. السيراميك ده الإبداع والهدف الجميل لمصلحة السيراميكا في مرمى النادي الأهلي. 1-1، يا سلام على شوط، يا سلام على شوط. يحيى بيلعبها عالية عرضية، سلام، هدف الكبرياء، هدف بروح الفانيلا الحمراء. الليلة ليلة الطاهر، وما حدش يكلم طاهر، وكله يدلع طاهر الذي يفرح مدرجات النادي الأهلي. النسر طول عمره طاير على الطاير، والنسر بمخالبه طول عمره طاير في قلب المرمى، وتفرح قلب كل أهلاوي. النادي الأهلي يتقدم الآن بالثاني، لكن الأهلي طول عمره واحد. الأهلي يتقدم مرة أخرى لتفرح قلوب الملايين، الملايين في كل أرجاء المعمورة في كل مكان.